الموضوع اللي بدي نحكي عن الفينس ديسوردر. الفينس ديسوردر رح نركز على موضوعين، موضوع اسمه varicose vein وموضوع اسمه دي بي تي دي فين ثرومبوزس. في عندنا علامه اسمها تروزيوس ساين. تروزيوس ساين هو عباره عن مايجريتوري ثرومبوبايتس. مايجريتوري ثرومبوبايتس هاي اوفن ساين اوف مالجنسي، بتيجي مع اللنج كانسر، مع الستومك كانسر، مع البنكرياس كانسر. هو عباره عن التهاب في الاورده السطحيه مهاجر، يعني بينتقل من مكان لمكان، هذا بسموه تروزيوس ساين. الفاريكوز فين اتس ديستورشن اند تورتوس سوبرفيشال فين. هاي صح بورجيكو صورتها، هاي هي الفاريكوز التروزيو، هاي الفاريكوز فين بورجيكو صورتها، هاي هي الفاريكوز فين، عباره عن تورتوس اند دايليتيشن اوف ذا سوبرفيشال فين. هذا عباره عن الفاريكوز فين، هاي فيري تيبيكال فاريكوز فين. لاحظوا الافتر ريبير، لاحظوا انه تحسن المريض كويس. الـ في عندي هسه هاي علامه من علامات الديب فين ثرومبوز، راح ناخذها. الفاريكوز فين، هاي هي الفاريكوز فين. في تروزيوس ساين، شو الاشياء تروزيوس ساين؟ تروزيوس ساين اوف مالجنسي دي تو ريليز اوف بليتلت اجريجيشن فاكتور فروم ذا تيومر اور نيكروتيك تيشو اراوند ذا تيومر، بيعمل لنا اللي هو مايجريتوري ثرومبوبايتس بسموه تروزيوس ساين. هاي disseminated cancer or certain types of malignancy such as pancreatic cancer are sometimes associated with repeated attack of multiple venous thromboses at different and changing sites. Some more migratory thrombophobitis. Tropheus sign, who migratory thrombophobitis associated with pancreatic cancer. طيب نيجي نحكي عن varicose vein. Varicose vein is a distension and tortuous superficial vein. Most common vein affected greater saphenous vein. Greater saphenous vein. في عنا primary varicose vein وsecondary. Primary 90% من الحالات وsecondary 10% من الحالات من ناحية الأسباب. البرايمري هاي بتيجي مع الايج، مع العمر، عند الالدر اللي بتيجي اكثر. فيميل، عند الفيميل اكثر من الميل. او سي بي، الفيميل اللي عليها او سي بي اورجن بتصير عندهم اكثر. اتش ار تي هرمون بلس من ثربيز او ريسك فاكتور. اوكيوبيشن، خاصه الناس اللي بضلهم واقفين زي المعلمين مثلا او الاطباء، خاصه اطباء الاسنان. بريجننسي، الحوامل، اد اوبستي، هذول كلهم نسميهم برايمري فيريكوز فين. في عندنا سكندري فيريكوز فين. السكندري فيريكوز فين هاي تمثل 10%، 10% بتيجي مع المالجنسي، بتيجي مع الليفر سيروزس، بتيجي مع البورتال هايبرتنشن. بشكل عام شو التريتمنت للفيريكوز فين؟ حسب الفيريكوز فين، اذا كانت لارج اند سيمتوماتيك بنفضل نعملها سيرجري زي الستريبنج ريموفال اوف ذا جريتر سافرز فين. اذا كانت سمول اند كوزماتيك، المريض بدها كوزماتيك وهم سمول، نعمل سكليروثيرابي او نعمل ليزر ثيرابي. الليزر ثيرابي هذا راديو ثيرابي جديد صار يستخدموه كثير لعلاج البريكوز فين. اذا كانت سمول بامكاننا نقترح، والمريضه مش فارقه عندها موضوع الكوزمتيك، اللي هي كونزرفاتيف بامكاننا، ديكريز ريسك فاكتور اليفيشن اوف ذا ليكس اند ستوكينج. هاي بشكل عام الاوبشن. الكومبليكيشن للبريكوز فين بتصير عندنا هيموريج، هاي موست كومن كومبليكيشن اوفر اول. السرز يمكن يصير عندنا فينس السر، فينس السر هاي موست كومن سايت لها ميديال ميلولس، لور وان ثيرد اوف ذا ليك الميديال ميلولس. الاكزيما، الاكزيما يمكن يصير عندنا hyperpigmentation، يمكن يصير عندنا ليبودرماتوسكليروزس، ليبودرماتوسكليروزس. ركز، هل من الكومبليكيشن الفيريكوز فين دي في تي؟ لا، انتبهوا طلاب، لا فيري رير انها تعمل دي في تي. هل من ركزوا، الدي في تي هو بيعمل فيريكوز فين، بس الفيريكوز فين ما بيعمل دي في تي. هاي مهم جدا، يعني الدي في تي من الكومبليكيشن اللي لها تعمل فيريكوز فين، اما الفيريكوز فين ما بتعمل دي في تي. هاي انتبهوا، البي اي هل من الكومبليكيشن للفيريكوز فين؟ بي اي كمان لا، البي اي هي كريتيكال كومبليكيشن للدي في تي وليس للفيريكوز فين. كونترا انديكيشن فور سيرجري، شو الابسولوت ابسولوت ابسولوت؟ هذا السؤال دائما بيجي امتحانات. ابسولوت كونترا انديكيشن فور سيرجيكال تريتمنت اوف فيريكوز فين ديب فين ثرومبوز. لذلك اول ستيب بدك تعمله لمريض بدك تفكر تعمل له سيرجري للفيريكوز فين، لازم تعمل له الترا ساوند تتاكد من البيتنسي اوف ذا ديب فين. اذا كان الديب فين بيتنت وما فيها اي مشاكل نعمل سيرجيكال تريتمنت، اذروايز ممنوع نعمل سيرجيكال تريتمنت للفيريكوز فين. هاي مهم جدا نعرفها، اللي هو ابسولوت كونترا انديكيشن فور سيرجري في حالات الفيريكوز فين هي الديب فين ثرومبوزس. لذلك لازم نعمل الترا ساوند نتاكد من الايش، من في الدوبلر نتاكد من البيتنسي اوف ذا ديب فين. اذا كان الديب فين بيتنت ما في اي مشاكل نعمل سيرجيكال تريتمنت، اذروايز ممنوع نعمل الفيريكوز فين، ممنوع نعمل سيرجري للفيريكوز فين. يعطيكم الف عافيه، نتقابل ان شاء الله بالفيديو البعدي باذن الله.